بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، هذه الخلية من الخلايا البلد الأصيل المنتخب عندنا، والليلة اشترى واحد من الأخوان من حالين خلية. كان فكرتي أنها تنباع مجموعة، يعني أقل شيء 5 خلايا، حتى النحال يستفيد من هذا النحل المنتخب ويجدد الانتخاب فيه في السنين القادمة، يعني في المواسم القادمة بعد عبور الشتاء. 5 خلايا يعمل تربية ملكات ويعزلها في منطقة معزولة، وبحيث أن الانتخاب يكون إيش مستمر، ويختار من أفضل الخلايا الموجودة اللي عبرت الشتاء بقوة وممتازة وشاف شغلها في موسم السدرة. على كل أن هذه الخلية 5 براويز، 3 براويز حضنة، برواز عسل، برواز حبوب الوقاح، ملكة سوبر 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 من الحمدانية، ما فيها كلام، يعني انتخاب شغلنا معروف، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله أن الله يبارك للأخ في هذه الخلية. أرفع الغطاء شوي، خلنا نشوف النحل هادي جدا. شوف، أيوة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس خلاص، لحظة لحظة، رجع النحلة هاي. رجع شوي شوي، مسكها شوي شوي، رجع بالخلية، امسك شوي 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 شوي، مسكها شوي 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 شوي، بتحل بتحل معنا. فنكمل الحديث أحبتي الكرام، نسأل الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله بعد هذا المقطع راح ندمج مقطع للنحل بشكل عام، وتشوفون الملكة كيف، وتشوفون شغلنا في تربية الملكات كيف. ونسأل الله التوفيق، وفوق كل ذي علم عليم، والله يبارك للنحالين الإماراتيين، نحالين مميزين، وأخواننا النحالين اللي في سلطنة عمان وفي المملكة وفي الخليج العربي وفي العالم العربي، كلهم أحبتنا وأخواننا، ونفيد ونستفيد منهم، ونستفيد من خبراتهم، ونفيدهم فيما فتح الله علينا من بعض الأمور. فسبحان الله اللي بيده الملك، القائل وفوق كل ذي علم عليم. والتجارب في تربية النحل ومتابعة النحل ومراقبة النحل والانتخاب في النحل، هذا يوصل الإنسان سنة بعد سنة، بس فترة بعد فترة، إلى مقامات عالية في النحل. تقبلوا تحياتي، أخوكم أبو حمدان، مؤسسة أنوار المدينة العسل النحل ومنتجاته بمدينة العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى المشهد الآخر من الفيديو.
Thank you.